اليوم نعيش اتهامات بالردة، معناها أنت تخالفه في الاتجاه فيرميك بالكفر. الحكم على المرتد بالقتل وقد وجدت في كتب الفقه، لا ننسى هذا. الدين الإسلامي كفى الحرية المعتقد للناس جميعا. قال تعالى: لا إكراه في الدين، ومن يرتد منكم عن ديني فيمت وهو كافر. فقال ارتد عن ديني ومات، ما حدش قتله. آيات التي فلن فاقتلوهم حيث ثقفتموهم. ما فيش كده يا دكتور على فكرة. إيه؟ أية السيف هذه؟ هناك فرق بين أننا أحارب من يحاربني وأن أحارب مخالفي في المعتقد. كيف تقولي آية القتال؟ لا، بدل ما قلته إذن أنت ستجعل جانباً جميع كتب الناسخ والمنسوخ. الحمد لله أنا وصلت لحاجتي بي. يبقى احنا اتفقنا على أن القرآن قال أن المرتد مش هيقتل.